هي البطولة الدوري الافريقي لكرة القدم تواجه بعض الازمات الحقيقة، بعيدا عن النادي الاهلي، ملهاش علاقة يعني بالنادي الاهلي، ولكن من الاكيد انها بتؤثر على البطولة نفسها. يعني البطولة نفسها بتتأثر. يعني مثلا النهاردة طيارة نادي انيمبا النيجيري ما عرفتش تاخد تصريح للهبوط في المغرب. عندهم مباراة امام الوداد، فما عرفوش ينزلوا في المغرب. حتى مازيمبي ما عرفتش، نادي مازيمبي يعني ما عرفش يوصل تونس عشان يعرف يلعب الترجي. فاللجنه المنظمه قررت تاجيل مباراتي الوداد المغربي ضد انيمبا والترجي التونسي امام مازيمبي لتقام يوم الخميس 26 اكتوبر بدلا من 25. مؤشر كويس الحقيقه لما تلاقي ان اللجنه المنظمه والكاف لما بتظهر مشكله يعني بيحلوها. ولكن البطوله من اول يوم فيها مشاكل غريبه، زي مشكله نادي مازيمبي اللي لعب ماتشه الاول في تنزانيا ومش في الكونغو عشان رئيس النادي عنده مشاكل سياسيه في بلده. التساؤل هنا يعني، او خلينا نتساءل، ازاي بطوله تحت رعايه الفيفا والكاف ويكون فيها كل هذه الازمات ونسخه اولى؟ لماذا لا يتدخل الكاف عشان ينهي كافه هذه الامور؟ يعني انا مثلا عايز اسال سؤال. انا النهارده لسه منذ قليل او منذ نص ساعه تحديدا عرفنا ان النادي الاهلي هيلاعب سان داونز، وسان داونز عرف ان هو هيلاعب النادي الاهلي. طيب انا المفروض اخد تاشيره سان داونز او جنوب افريقيا قبل يوم الخميس، النهارده الاثنين او الثلاث كمان، فالنهارده الثلاث، المفروض بكره اخد تاشيرات جنوب افريقيا. ازاي هعملها دي الا اذا كان هناك اتفاق ما بين الحكومه في جنوب افريقيا وما بين الاتحاد الافريقي ويبعت للنادي الاهلي يقول له هذا الكلام؟ لانه انا ما هو ممكن بترو اتلتيكو يكسب وكنا نروح انجولا، فكنت لازم استنى المباراه تنتهي عشان اشوف انا هعمل ايه. فانا كاداري في النادي الاهلي او كمسؤول عن كره القدم في النادي الاهلي، انا هعمل ايه؟ هجيب تاشيره ازاي؟ هجيب تاشيره لجنوب افريقيا ازاي؟ وبعدين انا اول مره اسمع يعني ايه تصريح هبوط طياره، ما اعرفهاش دي الحقيقه. مشاكل غريبه يعني بالنسبه لنا وجديده وبنشوفها في هذه البطوله. من ضمن هذه المشاكل زي ما بقول لحضراتكم كده، انا المفروض يوم الاحد اللي جاي اكون في جنوب افريقيا او عندي ماتش في جنوب افريقيا، فعلى الاقل هسافر قبلها بيومين ثلاثه، يعني هسافر الخميس مثلا. طب النهارده الثلاث، التاشيرات دي هلحق اجيبها الاربع والخميس الصبح مثلا؟ ما اعرفش. طب الاتحاد الافريقي هيتدخل؟ لازم يتدخل. الاتحاد الدولي هيتدخل؟ لازم يتدخل. مش هيتدخل مع النادي الاهلي، هيتدخل مع حكومات الفرق. يعني كان يجب ان يتدخل مع حكومه جنوب افريقيا علشان يحاولوا يدونا تاشيره. معرفش، انا معرفش الحقيقه هذا الامر هيمشي ازاي، يعني دي لسه جايه في دماغي دلوقتي. فاتمنى من مسؤولي الكاف مع اللجنه المنظمه للبطوله انها تتدارك مثل هذه الازمات والاخطاء الغريبه جدا خلال المرحله القادمه، وخصوصا ان عدد المباريات مش كبير، لكن في النهايه ده جزء من شكل كره القدم في الافريقيه. وحسب التصريحات اللي كان قايلها باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم، البطوله السنه اللي جايه هتكون بمشاركه 24 فريق. دي هتتعمل ازاي بقى؟ دي انا مش فاهمها، يعني عدد كبير. فلو حصلت مثل هذه الاخطاء العجيبه مع وجود عدد كبير من الانديه، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ ده بخلاف طبعا الاخطاء التحكيميه. النهارده الكره جات لكهربا بيحطها، ام الحارس المرمى خبط في كهربا ضربه جزاء واضحه ضد كهربا لصالح النادي الاهلي، لكن لم تحتسب. وفي مصر البطوله محتاجه شغل كتير من الكاف ومن اللجنه المنظمه. الكاف واللجنه المنظمه لهذه البطوله لازم ياخدوا بالهم انها اصبحت بطوله كبرى من اول يوم بسبب الانديه الكبيره التي تشارك، الاهلي، الترجي، الوداد، سان داونز، انيمبا، كلها اسماء كبيره جدا. هي البطوله بس مش بالماديات ولكن ايضا جماهيريا. اديكم شفتوا النهارده الجمهور النادي الاهلي عامل حاله جميله جدا جدا داخل الاستاد. أتمنى أن كل هذه الأمور تتغير خلال المرحلة القادمة.